مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم عن أسباب الشعور بمرارة في الفم قبل الدورة الشهرية. تشعر الكثير من النساء بمرارة في الفم قبل الدورة ولا يعلمن السبب وراء ذلك، خاصة أنها تكون مزعجة بشكل كبير لمن تعانين بها، وهذا الأمر يعد محرجا ومقلقا عند البعض، وذلك خوفا من أن يكون علامة تحذيرية على الإصابة بمجموعة من الأمراض. فمن الأسباب المؤدية لهذا الأمر جفاف الفم من الأعراض الشائعة لمتلازمة ما قبل الحيض، وعادة ما ينتج عن انخفاض إفراز اللعاب مما يسبب جفاف الفم والشعور بطعم مر، لكنه لا يستمر لفترة طويلة. كذلك تعاني بعض النساء من نقص بعض الفيتامينات والمعادن، وبالتالي تلاحظ الشعور بمرارة في الفم ومن ثم الانزعاج الشديد والذي يتطلب الحصول على المكملات الغذائية للحد من ظهور أي أعراض. ويلعب هرمون الأستروجين والبروجستيرون دورا رئيسيا في تنظيم الدورة الشهرية، ومن ثم تؤدي تقلبات هذه الهرمونات إلى تغيرات في حاسة الذوق، مما قد يسبب شعور بطعم مر في الفم. كذلك يؤدي زيادة ضغط المعدة خلال فترة الحيض إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المريء، وبالتالي زيادة شعور بطعم مر في الفم، خاصة بعد الاستيقاظ مباشرة، وقد يختفي باقي اليوم مع تناول الأطعمة والمشروبات. أيضا تتأثر حاسة الذوق كثيرا بالحالة النفسية، حيث يؤدي الشعور بالتوتر والقلق قبل الدورة الشهرية إلى المعاناة من مرارة الفم نتيجة لانخفاض نسبة اللعاب وحدوث الجفاف. ولتخفيف مرارة الفم قبل فترة الدورة الشهرية ينصح بشرب كمية كبيرة من الماء لترطيب الفم وتقليل الشعور بالمرارة. كذلك استخدام معجون الأسنان يحتوي على الفلورايد لمنع جفاف الفم. كذلك تجنب الأطعمة المالحة والمشروبات مثل الكافيين والتي تسبب جفاف الفم. أيضا استشارة الطبيب المختص عند استمرار الأعراض لفترة طويلة،